احنا كنوجدوا اول تجمع اعدادي للالعاب البحر الابيض المتوسط، نظن بان غادي نكملوها بجوج ديال المقابلات، مقابله يوم الاربعاء ضد الدفاع الحسني الجديدي، ويوم الخميس ضد الفتح الرباطي للاعبين اقل من 23 سنه. كنظن بان غادي نحتاجوا تقريبا جوج حتى ثلاثه ديال المقابلات وديه باش نوجدوا ان شاء الله الالعاب البحر الابيض المتوسط. اللاعبين عازمين ان شاء الله يقوموا بواحد مباراه جيده، واللاعبين راه كاينه في وجههم واحد الطموح باش يحققوا، واللاعبين راه عندنا باقيين صغار 94 95، ونتمنوا سبحان الله سبحانه وتعالى يدير لنا انتصار في الدوري هذا في تركيا.